بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة الفيديو ده هنحل ونشرح مع بعض قطع الدرس الأول من الوحدة الثانية. هنبدأ دلوقتي بحل القطعة الأولى بعنوان لي سيزون، فصول السنة. أول فصل اون إيفير، في فصل الشتاء. لي جورني سون كورت، النهار بيبقى قصير. إي لي نياج، والسحب سون جري، نياج سون غري تكون رماديه، دون لو سييل في السماء. الفي فيروا، الجو بارد. اي ليز اربر نون بلو دو فوي، والاشجار ليس بها ورق كثير. لي مونتاني سون اون بلان، الجبال مكسوه باللون الابيض. ده بالنسبه لفصل الشتاء. اوبرانتون في الربيع، لو سولي بريل، يعني الشمس ساطعه، دون لو سييل في السماء. لي تون ايتان بوشو، الطقس إلى حد ما حار، يكون قليل الحرارة. إيه البلو، والدنيا بتمطر أو الجو يمطر أو السماء تمطر سوفون غالبا. لا ناتير سي كوفر اون فير، الطبيعة مغطاة باللون الأخضر. إيه البلير، والزهور سوفر بارتو، تتفتح في كل مكان. اون إيتي في الصيف، إلياد سولي، يوجد شمس سيفير قاسية. ايه الفيشو، والجو حار. اون بو ناجي دون لا مير، نستطيع السباحة في البحر. سي لا سي لي جراند فاكانس، انها الاجازة الكبيرة. اون اوتون في الخريف، الفي موان شو، الجو اقل حرارة. ايه البلو بوكو، تمطر كثيرا. ليز اربر بري بيرد، الاشجار تفقد ليب وي اوراقها. ايه اليادي فون، ويوجد رياح موفي سيئة بارتو في كل مكان. الأسئلة بقى. رقم واحد، إن إيتون في الخريف، ليتون إيه، ها تري شد، حر جدا. جلاسيو، مليء بالجليد. ماليفيك، رائع. فونتو، طبعا فونتو، مليء بالرياح. اتنين، أوبرانتون في الربيع، إليا ديز أربر أون أورانج، أشجار باللون البرتقالي. دو سولي سيفير، شمس. دو لا نيج، ولا دي فلير كولوري، طبعا دي فلير كولوري يعني زهور ملونة. تلاتة، لي مونتاني سون اون بلان، الجبال تكون مكسوه باللون الابيض. في انهي فصل بقى؟ اون ايفير. اربعه، اون ايتي سي لي فاكانس، انها الاجازه. اما لانيج، الجليد. لا رونتري سكولير، العوده المدرسيه. الشتاء لا. الوثيقه الثانيه هنا بيقول شير اليف، اعزائي التلاميذ. نوتري ليسي اورجانيز ان جراند كونكور فوتو، يعني مدرستنا بتنظم مسابقة كبيرة للصور. سور لو تيم دو لا مونتاني، في موضوع الجبل. فو بوفي غاني، تستطيع أن تفوزوا. أن أباري بوتو، بآلة تصوير نوميريك رقمية. إي بلان دوتر كادو، وبلان دوتر كادو، وهدايا كثيرة أخرى. بور بارتيسيبي لكي تشاركونا، انفويي فوتر فوتو، ابعتوا الصور بتاعك أو صورتك. بار ميل، على الايميل بور بارتيسيبي عشان تشارك. انفويي فوتر فوتو، ابعت صورتك بار ايميل على ادريس دو سيت، على عنوان الموقع ليا كونكور ات ليسي اف ار. افان لو 30 ماي، قبل يوم 30 مايو. بون شانس، يعني فرصه جيده. السؤال الاولاني، لو تيكست 18 انونس، النص ده هو اعلان لمين؟ او بروفيسيل المدرسين، ولا اولي سيل للطلبه، هي دي، ولا او كليونت دان ماجازان لزباين المحل، او بارون الوالدين؟ لا. سو كونكور ايه، هنا المسابقه دي تكون ايه، اون ايتي، ولا ان ايتو، ولا اون ايفير، ولا او برانتو؟ طبعا هتبقى في فصل الايه، الربيع. فصل الربيع، ايه اللي عرفني ان فصل الربيع؟ لان هتبقى بيقول لي قبل 30 ايه، مايو، ومايو ده طبعا في الربيع. رقم ثلاثة، بور بارتيسيبي او كونكور، عشان شارك في السباق ده. انفوا، بنرسل ايه، انفوتو، صورة. اما كادو، هدية، خطاب، فلوس، لا. اربعة، امبروند دي فوتو بور، بناخد صور لايه، لا مونتاني، للايه، للجبل. الوثيقة الثالثة عبارة عن حوار ما بين جان و كان شيك، اللي هي كان كاشا دي، هنشوف الاسم ده ايه. ديزامي بارل دو تون،
أصدقائي يتحدثون عن الطقس. جون بول صالي أكن كاشا صباه، هل أنت بخير؟ فبرد عليه قال له جي بي بيان، أنا بخير. مي الفي فروا اون فرانس، ولكن الجو برد في فرنسا. فجون قال له فرواد برد، بيستغرب يعني. الفي سلمو يعني درجة الحرارة فقط دو دي 6 ديجري 17 درجة. الور إذن كل سيزون ام تي أي فصل تحب؟ فاللي هو أكنكاشا ده بيقول اون اند في الهند جيم ليفير بحب الشتاء. لا سيزون دي بلويه فصل الشتاء الأمطار يعني. الفي دو سولي الجو مشمس دو ولطيف. جون قال له تي نيم بالي تي ما بتحبش الصيف؟ قال له نو بادي تو على الإطلاق. الفي ترو شود جو بحر جدا. جون قال له مي اون فرانس، ولكن فرنسا اون بريفير لي تي بنفضل الصيف. الياض سولي وجت شمس اي الفي بو الجو يبقى جميل. اون بو سورتير ممكن نخرج. مو انا جونيمبا ليتون ما بحبش الخريف بارسكو الفي دو فون اوسي، لان الجو بيبقى مليء بالرياح هنا. ديت الوثيقه. سؤال اولاني بقى، ليتون اي نقط ان فرانس اون ايتي، الطقس ماله في فرنسا في فصل الصيف؟ شو حر بلوفو ممطر مانيفيك عظيم او رائع، ولا برد؟ طبعا مانيفيك اللي هي رقم بي. رقم اثنين اكان كاشا بريفير بيفضل ايه؟ ليتون خريف، ليفير الشتاء، الصيف الربيع بفضل الايه؟ الشتاء. هنا بقول اهو جيم ليفير. تلاتة اوجوردوي الفي دو نقط اون فرانس، الجو ماله بقى او درجة الحرارة قد ايه؟ دي 6 ديجري 17. اربعة اون اوتو اليا نقط اون فرانس، في الخريف يوجد ايه في فرنسا؟ دي فون اللي هي رياح. الوثيقة الرابعة ليل دو كمو سويفونت، اقرا الوثيقة ثم اختر. عنوانها كل سيزون بريفيريفو، اي فصل من فصول السنة تفضلوه؟ السؤال ده للاربعة دول. سليم بتقول موا جيم لوتون بحب الخريف. ايه وي نعم جو ديتيست لي فون، انا بكره الرياح. مي جيم لابلي ولكن بحب المطر. دون سيت سيزون في هذا الفصل. جادور لي فوي اورانج، انا اعشق الاوراق البرتقاليه. ديز اربر للاشجار. نويل بحب طبعا راس السنه، لون اللي هو نويل راس السنه بيبقى يوم 25 ديسمبر. سيمون جور بريفيري ده يومي المفضل. لوسيل نو نحن اون ايم لو برانتون بحب الربيع. الفيبو جو جميل ايه ان ايه اون فا على كامباني وبنروح ريف. يبقى لوسيل تحب الربيع والجو جميل وتحب تروح الارياف. كامي بتقول ما سيزون بريفيري ايه ليتي، فصلي المفضل هو ايه؟ الصيف. سيلي فاكانس بيبقى الأجازة. جي في على بلاج بروح الشاطئ. جادور لي سولي أعشق الشمس. إيلو والماء اللي هي توركواز ده لون من الألوان. دولامير بتاع البحر. ستيفاني بقى جيم لانيش بحب الجليد، سي جينيال. جادور لا مونتاني إيلو سكي، أنا أعشق الجبل والجليد والتزلج على الجليد يعني نسكي. سؤال أولاني سيلين بريفير، سيلين دي بتفضل إيه؟ ليفون أرياح، لابلوي المطر، لانيش لي سولي. طبعا يتفضل لا لوي اللي هو الإيه؟ الأمطار، زي ما هي قالت هنا، قالت أهي سيلين بتقول أنا أحب الإيه؟ لابلوي. اتنين أون إيفير ستيفاني في الشتاء، ستيفاني ده بيعمل إيه؟ في دوسكي تزلج على الجليد. ثلاث كامي ام اللي تحب تروح فين؟ كامباني اللي هو الابلاش، دي طبعا رقم ثلاثة واللي هي رقم ولا الا مونتاني ولا الا فوري ولا الا كامباني. كامي شو كامي كده تحب تروح اللي ايه؟ البلاج. يبقى ناخد الاولى. رقم اربعة لوسيل ام بتحب ايه؟ لو برانتون بتحب الايه؟ الربيع. لوسيل شو كده لوسيل بتحب الايه؟ الربيع. ده بالنسبة للوثيقة دي. عندنا الوثيقة الاخيرة بتاعت الازهر. اون ديسمبر اي جانفيه، في شهر ديسمبر ويناير اللي هو 12 واحد. الي بوسيبل دو فير دو سكي، يعني من الممكن ممارسة تزلج على الجليد.
دوبتان أجلس جدور أنا أعشق هذا ميزامي إموا أنا وصحابي جوون أو هوكي نلعب هوكي تولي جور كل يوم إليا أوسي دو نومبرو فيستيفال سبيسيو أون إيفير يوجد أيضا العديد من المهرجانات الخاصة في الشتاء دون سيت سيزون في هذا الفصل جيبرون دي دي بوتو التقط الصور بور لامونتاني أون بلان للجبل اللي هو مكسو باللون الأبيض مونجور بريفري يومي المفضل سينويل ورأس السنة جيم أوفرير ليكادو بحب فتح الهدايا شانتي دي شانسون وغناء الأغاني اي روندر فيزيت على فامي وزيارة الأسرة ست أني هذه السنة جيم ريسيفوار أن شيان بور نويل يعني أنا أحب أن أحصل على كلب في يوم رأس السنة ما سير بريجيت أختي بريجيت إسبير تتمنى أفوار أن نوفو بورتابل أن تحصل على محمول جديد آيفون ده النوع بتاعه هنا دانييل سؤال أولاني بقى ستاني دانييل إم ريسيفوار عايز إيه يحصل على إيه أن شيان اللي هو الإيه الكلب ابنين دانييل إم بوكو بيحب كتير ليفير فصل الايه الشتاء يبقى دانييل بيحب كتير فصل الايه الشتاء هو قال طبعا الكلام ده الجملة الاخيرة دانييل ايهم فير بيحب يعمل ايه رقم بي دولا فوتوغرافي التصوير صح والغلط طبعا ده خاص بطلبة الازهر دانييل جو او هوكي افيك سي كوزان اجابة طبعا فوق خطأ بريجيت ام افوار ام بورتابل عايزه يبقى عندها محمول صح دانييل نيرون دي با فيزيت لا يتوجه بالزياره لاسرته اجابه دي فو خطا نيجي على مجموعه من المواقف خلي بالكم معايا بنقرا الموقف كويس جدا ونختار اختيارين من الخمس تي فو فوتوغرافي لا ناتير انت تريد تصوير الطبيعه كاسكتو دي الفو ان كاميرا يلزم كاميرا انا ما بحبش التصوير انا محتاج كمبيوتر جيبو ان اباري فوتو انا عايز آلة التصوير انا اعشق الشتاء لا تذكري لي تون انت تصف الطقس كيل في اون ايفير في الشتاء كاسكتو دي لو سييل اي بلو سماء زرقاء لو سييل اي جري سماء رماديه دي صح الجو حار اليادو سولي يوجد شمس الفي في رواد الجو برد هي دي صح ثلاث تي ان ديك تي اكتيفيتي انت تذكر انشطتك كوند إليا دولانيش عندما يوجد جليد ده كاسكتو دي جي ناج بعوم في البحر جي في دو سكي ومارس التزلج على الجليد دي صح انا لو احب الشتاء جي في ام بون اوم دو نيج بعمل رجل التلج دي صح انا اعشق الجليد لا لانه عايز الانشطة اربعة اجوردي النهاردة الفيت ريشو جو حر جدا كاسكتو دي هتقول احنا في الشتاء اوني اون ايتي احنا في الصيف اليادو السولي سيفير يوجد شمس قاسية شديدة يعني أما يوجد تلج لا الجو بارد لا خمس أجوردوي اليوم نو سوم لو فان جانفيه نهار 20 يناير كاسكتو دي نو سوم أبرانتو احنا في الربيع لا احنا في الصيف لا انه الخريف لا يبقى سيليفير اليادو لانيج يوجد جليد ست تي دي ماندا تونامي تسأل صديق سيجوت عم يولو بولا ناتير للطبيعة كاسك تو دي انت اللي بتسأله تو دي تيست كوا دولا ناتير تي ام كوا دولا ناتير تحب ايه في الطبيعة كل أليمون تي ام دولا ناتير اي العناصر تحب في الطبيعة اما دي انت تسكن في لكامباني في الريف كل توم في تي بريفيرتي اي طقس تحبه لا سبعة تي اكس بليك بوركوا تي ام لوبرانتو انت بتشرح لماذا تحب الربيع هتقول ايه ليتو اي مانيفيك الجو بيبقى رائع دي صح الجو حار لا الزهور في كل مكان دي صح هنا الطقس سيء انه في بابو الجو ليس جيد 8 تي انديك تا سيزون بريفيري انت تذكر الفصل اللي انت بتفضله كاسكتو دي هتقول بحب ايه جيمليتي انا بكره الخريف لا جي بريفيلو برانتو مفضل الربيع اما اذهب الى الجبل لا انا اعشق البلاج لا لانه عايز الفصل
تسعة. تي بارلي دي زاليمون كو تي بريفير دون لا ناتير. انت بتتكلم عن العناصر اللي انت بتفضلها في الطبيعة. ماذا تقول؟ جون يمبا، انا لو احب البراكين جادور لامير، دي صح، عاشق البحر. انا بكره الجبل، جيم ليز اربر، بحب الشجر، دي صح. هنا لا اري الغابة نيلة، لا. عاشق. تي دي كريلي تو، انت تصف الطقس. كيل في اجوردوي، تا النهاردة. كاسكتو دي لوسيل إجري، إليا دو لانيج، إلي ميدي، جيم لو سولي، جوديتيست ليفو. يبقى ناخد الإيه، رقم أ ورقم بي. سماء رمادية ويوجد جليد. 11. تيت انفورم، أنت تستعلم سوغ لي تون كيلفي، عن الطقس. كاسكتو دي الفي كيل تون، ما حل الطقس. ها لي تون إي شو أوفروا، الطقس إيه، حر ولا بارد؟ أما دي كم الساعة؟ كيل توم بريفيرتي، اي طقس تفضل. هنا كيل سيزون امتي، اي فصل من فصول السنه تفضل؟ طبعا لا. يبقى هنا الجو عامل ايه، الطقس حر ولا بارد، لان انت بتستعلم علم. رقم 12 تي ديكري لي تون، انت تصف الطقس. كيل بي اون ايتي، في الصيف. كاسكتو دي الفيشو، جو حار، انا بفضل الصيف. الكومونس لو 21 جوان، يعني انت دلوقتي بتصف الطقس. ها كيو ال في اون اي تي، اقول ايه، الفي فروا، الفي دو 42 ديجري، يعني درجه الحراره 42. تي ديماند اتون امي، تسال صديق سون توم بريفري، طقسه المفضل هو ايه. كاسكتو دي كيلتون في تيل، لا تي بريفير كيلتون، دي صح. كليرو تيل، لا تي ام لو سولي او لا بلويه، انت بتحب الشمس ولا الشتاء؟ اما تييني، انت اتولدت في انهي فصل؟ 14 تي دون ديز انفورماسيون سور لي تي، انت بتدي معلومات عن الصيف، ماذا تقول؟ الكومونس لو 21 جوان، يبدا 21 يونيو، دي صح. الجو برد، لا. يوجد جليد، لا. الشمس ساطعه في السماء. الكومونس اون ديسمبر، لا. يبقى ناخد رقم دي. 15 تونامي تو ديماند، زميلك بيسالك تون تون بريفيري، طقسك المفضل هو ايه؟ كاسكتو دي واحد بيسالك الطقس بتاعك المفضل هو ايه؟ انت هتقول له ايه؟ انا بفضل البحر، جادور لا نيج، جوديتيست لي مونتاني، لابلويي سي هنا كيل اورير، جي بريفير لو سولي دو. يبقى دي طبعا دي واحده، بس انا بيسالك عن الطقس المفضل بالنسبه لك، انت هتقول جادور لا نيج، اعشق الايه؟ الطقس. بجي بريفير لا مير، انا اعشق الجليد، انا بكره الجبل، هنا الطقس المفضل. لابلويي كيل اورير، يبقى جي بريفير لو سولي دو، وكمان جادور لا نيج، انا اعشق الجليد او التلج، لان التانيين طبعا ما فيش حاجه فيهم تنفع، لان هنا الطقس المفضل. تمام. 16 تون اميتو ديمان، زميلك بيسالك فصلك المفضل كاسكيل دي، هو يقول لك ايه؟ تي بريفير لي تي اوليفير، انت بتفضل الصيف ولا الشتاء؟ تي بريفير كل سيزون، هي دي اون كل سيزون سوم نو كل توم بريفير تي تي ني، لا. تي اكسبريم بوركوا تي نيم با لي تون، انت بتعبر لماذا لا تحب الخريف؟ كاسكيتو دي هتقول ايه؟ ليز اربر سون انجون، بتبقى لونها اصفر، الطقس جميل، اليا دو سولي دو، لي فلير سون كولوري، اليا دي فون موفي، يوجد رياح سيئة، ويليز اربر سون اون جوان، الشجر بيبقى عشان انا مش حابه يعني، بيبقى لونه ايه؟ اصفر، الطقس جميل، يوجد شمس لطيفة، الزهور بالالوان، يبقى على طول ليز اربر اللي هي الأولى. 18 تي انديك، أنت تذكر تونغوت ميلك بور لانتي للطبيعة، هتقول ايه؟ جونيمبا لو ديسيرت، جيم مون ليسي، جادور لا ريفيير، انا اعشق اللي هي لا ريفيير النهر، جوديتيست لي فوري، جي بريفير لي زاربر، هي دي، وانا اخد رقم سي كمان. تي انديك تي جوت بور لانتير، انت بتذكر ميولك عن الطبيعة، ماذا تقول؟ جادور ليز اربر، اعشق الاشجار. جي بريفير لا ميوزيك، بفضل الموسيقى، بحب كتير الرياضيات، انا بكره السينما، جوديتيست لا مونتاني، يبقى رقم اي.
20. تي ديماند اتون امي سور لو دي بوت دو برانتو. يبقى انت بتسال صديق عن بدايه الربيع. كاسكيل دي هيقول لك 21 مارس. الفيبو جو جميل لي تون ايسوبيل ايل كوموس اون مارس. رقم سي بيبدا بمارس. 21 ليز اربر بيرد لير بوي. الاشجار بتفقد اوراقها. كاسكتو دي. سيلو برانتون نو الربيع. سيلو تون نو الخريف. للاوراق خضراء ليب واي سون اورانج. يبقى الاوراق بيبقى لونها برتقال. 21 تو نيم با لو كليما اونيفير. انت لا تحب المناخ او الطقس في الشتاء. كاسكتو دي نو رائع. سي سيمبا سي نيل ده رقم سي. سوني با سيمبا رقم دي. تي با لو دو تي اكتيفيتي بريفيري. تتكلم عن انشطتك اللي انت بتفضلها. هتقول ايه؟ جيب ايه دو سكي ممارس التزلج على الجليد. جي جو او جو فيديو. انا بفضل الصيف لا لا احب الالعاب الفيديو. انا اعشق البحر لا انت عايز الانشطه. موقف خاص بالازهر وده اختيار واحد. تي دون ديز انفورماسيون سيو لو برانتو. انت بتدي معلومات عن الربيع. ماذا تقول؟ الكومونس اون جوا بيبدا في شهر يونيو. لا طبعا يوجد دي فلير كولوري ظهور ملونه دي صح. اما هنا الشجر بيفقد الاوراق. الجبال ابيض لا. الفيفروات الجو برد يوم 20 فبراير. ايه النيج وتمطر تل. كاسكتو دي اوني اون ايتي اوني اون ايفير. احنا في الشتاء. ثلاثة تون اميتو دي مانز بيلك بيسألك سكو دي تيست. ماذا تكره دون لناتير في الطبيعة. كاسكتو دي انا لو احب البراكين. هي دي صح. هنا رقم اربعة تي دي كري لناتير اوبرانتو. انت بتوصف الطبيعة في الربيع. ماذا تقول؟ لي مونتاني سون املان. الجبال بتبقى بيضة. لي فلير سون كلوري. طب توصف طبيعة في الربيع يبقى رقم بي. اما الشجر هنا لونه برتقالي. العشب اصفر لا. خمس تي دي كري لي تون. انت تصف الطقس. كيلفي اون ايتي في الشتاء في الصيف قصدي. كاسكتو دي يوجد لانيج جليد. الجو برد. شمس بريل دون لو سييل. رقم ست تي دون ديز انفورماسيون سيغ لو تون. تدي معلومات عن الطقس عن الخريف. كاسكتو دي لو فيولي سي لي فلير. لو بلان سي لي مونتاني. لو فير هنا لو رانج سي لي ليز اربر. يعني الشجر بيبقى الورق بتاعه برتقالي. سبعة تي عنديك تا سيزون بريفيري. انت تذكر فصلك المفضل. كاسكتو دي اللي بتفضله هتقول جادور لو برانتو. يعني انا اعشق الايه الربيع. ثمانية تي تنفور تستعلم سيغ لي تون كيل في عن الطقس. كاسكتو دي كيل تون فيتيل. ما هي حالة الايه الطقس. تي عنديك تذكر لا فان دو ليفير. نهاية الشتاء. كاسكتو دي يبقى سي اون سبتمبر سي اون جوان سي اون مارس سي اون ديسمبر. يبقى سي اون مارس. ليه؟ لان بمارس هيبدا فصل الربيع وانتهى فصل الشتاء. 10 تي ديماند اتون امي لو كليما اونيفير. تسال صديق عن المناخ في الشتاء. كاسكيل دي اقول لك السماء زرقاء. اليادو لانيج يوجد جليد. رقم 11 تي بارل دو تا بس يوم. تتكلم عن هوايتك. كاسكتو دي او شغفك يعني. انا لو احب الرسم لا بوري كيل اورير سي فوتوغراف اي لاناتير. يبقى ناخد رقم سي اللي هوايته يعني تصوير الطبيعه. اما اني بكره التلج لا. تي بارل دو تيز اكتيفيتي بريفيري. تتكلم عن انشطتك اللي بتفضلها عندما الايه الجو يمطر تلج. كاسكتو دي هتقول انا لو احب الجليد جي في على بيسين جي ناج جي في ان بون اوم دو نيج. بعمل رجل الايه التلج. وبكده اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني انتهينا من فيديو النهارده وهو كان عباره عن حل مجموعه من القطع ومجموعه ايضا من المواقف. اتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو ده. ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه ودعمها بلايك وشير لكي تستمر باذن الله. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.